أفضل لاعب مغاربي دارك بالنسبة لي أنا هو أشرف حكيمي بيلي دارك يعتبر أفضل ظهير أيمن في العالم، متضايقين عليه كبات العالم كامل، متألق مع بي إس جي وريال مدريد دورو، لذلك أشرف حكيمي بالنسبة لي هو أفضل لاعب مغاربي حاليا. رياض محرز أفضل لاعب مغربي بالنسبة لي اللاعب أشرف المغربي أشرف حكيمي. أفضل لاعب مغربي رياض محرز، جنسية جزائري. أفضل لاعب مغاربي بالنسبة لي هو الجزائري رياض محرز. سؤال صعب جدا نظرا لجهود توفر اللاعبين المغاربة حاليا وأوروبيا، لكن سأختار اللاعب الجزائري يوسف بلايلي. بالنسبة لي بالأكيد باتفاق الجميع رياض محرز اللاعب الجزائري الدولي، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي. أفضل لاعب مغربي هو المغربي لاعب نادي تشيلسي حكيم زياش. أفضل لاعب مغربي هو اللاعب المغربي أشرف حكيم. أفضل لاعب مغربي بالنسبة لي هو اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله.